صباح الخير عليكم البنات، كي صبحتوا؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير البنات والدراري. المهم العائله كامله ديال اكرام بيل شانيل، كنشكركم بزاف وكنشكر الناس الجدادين اللي انضموا لقناتي وعلى حبكم وعلى تعليقكم الزوينه. تحيه خاصه للجاليه المغربيه والخواتاتنا وخوتنا الجزائريين، مرحبا بكم. والله العظيم اللي كنلقى تعليق ديال خواتاتنا الجزائريين كنفرح بزاف. مرحبا بكم في قناتنا، وهذه قناتكم نتوما وقناتي انا، حيت نتوما بكم نتوما غادي تكبر ان شاء الله. المهم الغزالات هنايا الحداقات ديال سناء صبحت علينا بالبغريد ما شاء الله، واحد البغريد كيحمق البنات مع العسل والزبده دايبين، كيجي بنين كيلي عزيز عليه بزيت العود. انايا وسناء كيعجبنا هكا، والدراري كيعجبنا بالعسل والزبده، كيجي غزال البنات. المهم اللي بغات الطريقه ديال سناء البغريش ينها ان شاء الله ملي تكون كتقادو غنصوروا معكم، واخا حنا ديجا حطينا عندكم حاطينهم هنايا في القناه. المهم ماشي مشكل نعاودو معكم. غادي ندوزو نفطروا البنات باش غادي نكمل معكم هاد لا فيديو كامل، وغادي نحط لكم حتى بالنسبه لجليبات ديال فاطمه غنحط لكم في هاد لا فيديو هذا. وقبل ما نفطروا البنات كنت عجنت الخبيز خليتها تخمر باش غادي نبدا نطيبها، وعندي هنايا اللوبيا دواد ديال البرد. هذا هو دواد البرد. المهم البنات اللوبيا تهيت اللوبيا هذا النهار، هانتوما شوفوا الخبيز كيف جا. والله الا البركه ديال الخبز هي ديال الدار، كتعجنيها بيديك وكتاكليها سخونه، كتعرفي اش عجنتي واش عطيتي لوليداتك. هنا البنات مازال ما كملتش الطياب، عاد يلاه كنقاد الخبيزات الاخرين كنطيبهم. شوفوا البنات الخبيزه ديال زياد، قداش زياد فرحان كيتسنى الخبيزه ديالو. ها انتما الخبيزه ديال زياد شحال صغيره، نقسمها لك انت و تسني مسافر كسومي تسني من نقسمها لك توخيتو. المهم البنات ندير له خاطر وعاد نقسمها له هو واختو، كيفراح ملي كندير له بحال هكا هاد الخبيزه الصغيره، كيعجبو الحال وكيفرح. المهم البنات دابا وجدت الغديوه ديالنا، حيت الدراري غادي يدخلوا مع الوحده ونص، خصني ضروري نغديهم بحدا يوجدوا راسهم بحدا بحايا كيلبسوا حوايجهم بحدا يمشيوا يقراو. المهم اللوبيا والحوت ألد اكله عندي. من بعد ما تغداو البنات الدراري صافي كيوجدوا راسهم دابا على حساب المدرسه، غادي يقراو عندهم العشيه. المهم كنخليهم يعتمدوا على راسهم يلبسوا حوايجاتهم بوحدهم. ثاني تساعد زيادو عمير جيتي زوين، انا صايب لك حسن تنحيد لك نحيد لك هاد القصيصه. البنات ضروري اي حاجه كنشاركها معكم غنصايب واحد الحريشه. عندنا هنايا نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السنيده، واحد دانون، واحد البيضه، جوج فاني، جوج خمارات ديال الحلوى بيكن باودر، وثلاثه ديال الكيسان ديال العنبه ديال السميده ديال الحاشه. كنديروا البنات العناصر، كنديروا البيض، كنديروا الفاني، وكنديروا السنيده، ونحركو مزيان، نزيدو ليه الزيت كنخلطوها مزيان، وعاد غادي نديرو عاوتاني عليها دانون. بالنسبه لدانون اللي بغى يدير باي نكهه ولا دانون مسوس كيجي بنين البنات، والله العظيم غير جربوا هاد الحاجات ديال الفران ما فيهمش المقادير كثارين، وكيجيو غزالين غزالين ويحمقوا عليهم الدراري وساهلين البنات. حتى بالنسبه يجيو عندكم هكا الضياف على غفله ولا شي حاجه ساهلين وكيوجدوا دغيا، كنديروا البنات جوج كيسان ديال السميده ديال الحشه، سميد ديال الحشه كنديروهم هما اللواله، جوج كيسان كنبدا نخلط مع داك العناصر اللي درت اللواله، وعاد كنزيد الكاس الثالث وكنزيد عليه جوج خميرات ديال بيكن باودر، وصافي كنبدا نجمع الخليط. يعني هاد الشيء كامل فيه ثلاثه ديال الكيسان ديال العنبه ديال السميده، ما خصوش يجي قاصح ما خصوش. المهم هذا هو العبار البنات، غير ديروا هاد العبار هذا غادي يجيكم غزال. صافي غادي تجمع مزيان، غتجمعوا العجين ديالكم مزيان وغادي تخليوه يرتاح واحد 10 دقائق. صافي غتبداو تاني تشكلوا هكا بحال اللي كتصايبوا ديك الغريبه اللي كتجي مفقعه غريبه البهله وداكشي بحال هكاك، كتجيبوا اللاطه وكتقدوها. صافي مورها ملي كتساليو الكميه كامله غتدخلوها الفران باش طيب، والطياب ديالها البنات غتدخلوها من تحت في الفران لتحت، عاد غادي ترجعوها الفوق، يعني حتى تفقع لكم حتى تفقع عاد غادي ترجعوا تطلعوها الفوق.
بالنسبه لهاد الحريشه تاع البنات جاو خطيرين وبنانين، عطاها الله الصحه. سناء هي اللي صايباتهم منا، جاو غزالين البنات والله الا جاو كيحمقوا. غير جربوهم وردوا عليا في التعاليق. المهم راكم عارفين اي حاجه كنبغي نشاركها معكم، واخا كتكون بسيطه كنبغي نشارك معاكم، وما فيهمش حتى المقادير اللي كثارين، واللي جرباتها بالصحه والراحه. هذه البنات بهاد الجليبه هادي بالطرز الرباطي، وها هي لابسه البنيته وحده اخرى حتى هي، وفيها في القب ديالها الطرز الرباطي. انا غادي نوريها لكم عند كمل البنت ونوريها لكم. ها نتوما هادي من بتا كاين لك عزيز عليه، عزيز عليه هذاك الشيء اللي ثقيل. ها نتوما هاد الشكيله عاوتاني البنات، وتويبات ديك الشيء اللي زوين. وهذه البنات عاوتاني من بتا بحال هذيك اللي كتسولوني عليها، راه من عندها هذيك اللي في الكري غزاله. بالنسبه للبنات حتى هكا المناسبات اللي عندها شي مناسبه العرايسات، راه عندها تكاشط، كاين تكاشطات وكاين الموديلات اللي زوينين، وكاين قفيطنات. ها هي البنات هذه اللي قلت لكم غتلبس البنيته حتى في القب ديالها الطرز الرباطي. انتما شفتوا كيف كتجي حتى هي غزاله، شوفوا القبيب ديالها شحال غزال، حتى اللوين يا فاتي وغزال، اللوين زوين. السكميمات ديالها، المهم نتوما كتبغيو الموديل اللي بغيتو نتوما كتقادو لكم على الشهوه ديالكم، وحتى الالوان ديال التويبات. المهم زوينه بزاف، انا عجبتني هذا الشكل، وكاين هذاك اللي وريتكم اللي في المانكا. المهم شي حاجه اللي كتبقى بلديه راه كتبقى، بحال دابا الطرز الرباطي بلدي. ها نتوما البنات شوفوا هذا الشكل عاوتاني، هذا الشكل في الموف، هذا منبت ياكي بالحجيرات، هذا بتنبات وسميت توب مليفادان. حتى هي زوينه هاد المليفه هادي، نوريكم موديل اخر. هانتوما البنات حتى هادي مليفادان، هادي براندا ياكي راندا. وشنو هادي اللي من هنا؟ هذيك المرمى، هادي راه فيها جوج خدمات، براندا ياكي براندا والمرمى. خدمة على اليد، وحتى هاد اللوينات اللي دخلتي في هاد الغوز جاي معاه بحجور. هانتوما البنات شوفوا هذا شحال غزال، واخا البنات الكريشه. المهم مع الكريشه هانتوما شوفوا شحال غزال، جاي زويون. هذا عندي بحال، وداكشي اللي عاد لقيتوني قلت لفاتي، قلت لها راه عندي خوه عندي بحالو البنات. هذا عندي خوه، المهم غزال شوفوا الخدمه ديالو هانتوما الا كتبان ليكم. وهذا جوهره اللي غزاله، التوب ديالها غزاله ونازله. شوفوا السروال سبديله وقميص نتوما، المهم الشكل ديالو غزال. ديك الدقيقه قالت لك واش هي شافتها بها العائله وتعاود تشوفها. هادي زوينه، هادي كتجي مع كتجي مع لي بوط، مع زوينه هادي غزاله. المهم الغزالات كما غادي تشوفوا الصوت ديالي مبدل، هنا غير كنمونطي لكم بالنسبه للصوت، حيتاش ما شاء الله تبارك الله كيدخلوا عندها الناس بزاف. كاينه هادي الفلينوار حتى هي غزاله، وفي هاد الاورانج وداخل فيها هاد الموف، جايين غزالين البنات. خصكم تشوفوهم هكا اون فاس، راه والله الشكيلات اللي زويونين والخدمه ديالها متقونه بزاف بزاف. وهاد اللوين هذا عاوتاني اللي منبت حتى هو بالحجيرات، حتى هو جا غزال. كنت كندوي معاكم البنات هنايا، ولكن مع الناس كيدخلوا الهضره ديال الناس، داكشي علاش اضطريت انني نحيد الصوت ونمونط لكم غير هكاك. وشوفوا لي البنات هادي مخزنيه
في هذا الماروم، دخل فيها هاد اللوين هذا جي غزال، حتى هو ما كاينش بحال البلدي وما كاينش بحال التقليدي. وهاد الجليبه حتى هي واخا مدخله مع هاد اللوينات هي زوينه. المهم واخا كتدخل فاتي، واخا كتدخل فيها اللوينات اللي مغايرين كيبهجوا الحاجه وكيبهجوا الجلابه، كتجي الجلابه اللي غزاله. وشوفوا معايا عاوتاني هاد الجليبه حتى هي، شوفوا الطريزات اللي فيها. المهم ما عقلتش الطريزه اللي قالت لي هادي شنو سميتها، ما عقلت البنات. المهم اللي عجبتها شي حاجه غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها، وغنخلي لكم حتى النيميرو التليفون وتواصل معاها. ما شاء الله كدير الخدمه اللي متقونه وعندها الخاطر، وكتعطي حتى الاراء ديالها بالنسبه للكليان كيجيبوا شي حاجه من عندها، ولا كتعطي الاراء ديالها، يعني كتخرج لك البياسه اللي غزاله ما شاء الله عليها. المهم الغزالات غنخليكم هنايا، وتهلاو في راسكم حتى لا فيديو جاي ان شاء الله يا ربي.